السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه وتكون ان شاء الله حياتكم نفسيه وروحيه في تحسن، يكون ديما الامل في القلوب ديالكم والابتسامه بيان سور المحيه ديالكم. كما عودتكم في السلسله ديال الوسواس كل مره كنرجع لكم فكره جديده او لا كنجاوب على التساؤلات ديالكم او لا كنعطيكم امل وتنفكركم بان ان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى. وكنقول لكم ما تنساوش باللي اي فتره كندوزها في هذه الحياه هذه عندها بدايه وعندها نهاية. كانت فترة زوينة او لا خيبة او لا عادية، فعندها بداية اكيد وعندها نهاية. داكشي علاش كنقول لكم ما تنساوش الدعاء ديال النبي صلى الله عليه وسلم اللي تيقول فيه اللهم يا مغير الاحوال غير احوالنا لاحسن حال. كما كنعرفوا بلي التغيير هو واحد السنة كونية اللي الحمد لله اكيد عليها، فما تنساوش بان هاد الفترة اللي كتمروا منها اكيد عندها بداية واكيد ان شاء الله غتكون عندها واحد النهاية. وان شاء الله كنطلب الله سبحانه وتعالى ان النهاية ديالها تكون قريبة وتكونوا ان شاء الله نجحتوا في هذا الابتلاء هذا وكنتم مأجورين فيه. فما تنساوش بان اكيد ان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى، وما تفقدوش الامل وكونوا متاكدين وواضعين يقينكم في الله سبحانه وتعالى بان الله سبحانه وتعالى كيحس بكم، بان الله سبحانه وتعالى مادام ابتلاكم الا وعارف بان عندكم القدره على التحمل وعندكم القدره ان شاء الله على انكم تكونوا قويين في هذه الفتره هذه. فالله سبحانه وتعالى كما كيقول في الكتاب ديالو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فالله سبحانه وتعالى عارف بانكم ان شاء الله اقوياء وبانكم ان شاء الله غادي تقدوا توقفوا ضد هذا الابتلاء هذا، ماشي ضده يعني غتقدوا تكونوا قويين وتوقفوا ضد هذا المرض هذا باش بتقربكم الله سبحانه وتعالى وانكم تتبعوا البرنامج العلاجي اللي كيشاركوا معكم رقي احمد الخياط واللي كيشاركوا معكم جاءك الفرج بسم الله اوقيك وبزاف ديال القنوات. الوغ جيتكم اليوم بفيديو جديد. كما كنعرفوا بلي المهم هذا الفيديو هذا الفكره ديالو جات من خلال الفتيات او النساء اللي متابعيني في القناه، كيطرحوا لي واحد السؤال ديما كسوا في انستغرام او لا في يوتيوب في التعاليق، كيقولوا لي عافاك اختي سناء بالنسبه للفتيات اللي متبعي البرنامج العلاجي فتره الحيض شنو خاصهم يتبعوا. كما كنعرفوا بلي الرجال او الذكور او اي الفتيان اللي كيتفرجوا فيها الحمد لله هما غادي يقدروا يتبعوا العلاج وما عندهمش واحد العجز اللي غادي يحبسهم باش انهم يقدروا يحبسوا البرنامج العلاجي. فالحمد لله الرجال اللي متبعي البرنامج العلاجي ما غاديش يحبسوا، غادي يقدروا يبقاو مستمرين فيه. اما بالنسبه للنساء فعندهم هذا العائق هذا ديال الحيض اللي كيعيق ليهم البرنامج العلاجي او اللي تيخليهم يحبسوا البرنامج العلاجي. بغيت نقول لكم بان هاد فتره الحيض ما غاديش تحبسوا البرنامج العلاجي، يعني فتره الحيض غادي نغيروا شويه من البرنامج العلاجي. مثلا اكيد كما كنعرفوا بلي القران الكريم ما غاديش قد الانسان يقرا القران الكريم فتره الحيض، ما غاديش يقد يصلي يعني الصلوات الخمس ما غاديش يقد يصليهم، ما غاديش يقد يصلي ويدير قيام الليل، ولكن اكيد عنده بزاف ديال الحويجات اللي يقد يديرهم يعني فتيت. بالنسبه لي انا شنو كنت كندير؟ كنت مثلا كما كنعرفوا بلي فهاد الفتره هادي كيطر علينا نعاس اولا كنوليو نعانيو من الارق اولا قله النوم، يعني لانسومني باللغه الفرنسيه كنبداو نعانيو من لانسومني قله النوم، كندوزو ليالي بيضاء حيت هذا هو المرض، هذا هو الابتلاء. الانسان النوم ديالو كيولي مختل، كيولي النوم ديالو ما مقادش. فكنقول لكم بلي فاش طر عليكم النعاس فهاد الفتره هادي وما تقدوش تصليو فعندكم المسبحه، كتسوى مسبحه الكترونيه اولا مسبحه عاديه، وتبقاو تذكروا الله سبحانه وتعالى استغفر الله لا اله الا الله الحوقالات هي واحد الحاجه زوينه لا حول ولا قوه الا بالله، هي مزيان الانسان يبقى يرددها حتى يجيكم النعاس. كتبقاو تذكروا الله سبحانه وتعالى في المسبحه ديالكم حتى صافي كيجيكم النعاس وديك الساعه كتنعسوا وكترتاحوا. بينما اكيد فاش كتكون يعني فاش كيكون الانسان كيقد يصلي من غير فتره الحيض فكيقد ينوض يصلي او لا ينوض يقوم الليل او لا يصلي صلاه الفجر او لا شحال من حاجه. ولكن بالنسبه للفتيات اللي كيطر عليهم النعاس وكتكون فيهم فتره الحيض فما تنساوش المسبحه ديالكم وتبقاو تذكروا الله سبحانه وتعالى استغفر الله لا اله الا الله، اي ذكر كيذكر الله سبحانه وتعالى هو مزيان وكثروا حفاكم من الحوقله لا حول ولا قوه الا بالله. كما كنعرفوا بلي فتره الحيض ما كنقدوش نغتسلوا بالماء المرقي ولكن كنقدوا نشربوا الماء المرقي، فعليكم شرب الماء المرقي، يعني شرب الماء المرقي غتقدروا تستمروا فيه واخا فيكم فتره الحيض ديالكم. زيت الزيتون المرقيه غادي تستمروا فيها واخا راكم في فتره يعني اللي معيقه للعلاج، غادي تقدوا تدهنوا بزيت الزيتون المرقيه. كما كنعرفوا بلي زيت الزيتون المرقيه مهمه بزاف بزاف قبل النوم، علاش؟ كيقد الانسان ينعس كيقد ما يشوفش كوابيس، يعني كتحاول تريحكم في النوم ديالكم. انا قبل ما نبدا زيت الزيتون المرقيه كان كيطر عليا النعاس كنت كنشوف كوابيس، ولكن الحمد لله فاش استمريت في زيت الزيتون المرقيه واخا هكاك ولا المرض كينقص اولا ولا
ولا يعني ولت كنحس كنعس شويه نوم اللي هاني او لا نوم اللي شويه مرتاحه فيه. الوغ كيما قلت لكم غتستمروا في شرب الماء المرقي، غتستمروا في زيت انكم تدهنوا الزيت الزيتون مرقيه، والذكر يعني تبقاو تذكروا الله سبحانه وتعالى. طار عليكم نعاس اللي غادي تذكروا الله، كنتوا فايقين غتبقاو تذكروا الله، يعني الوقت اللي من فين كتصليوا فيها اولا كتقراو فيها القران الكريم غتعوضوها بذكر الله سبحانه وتعالى بالسبحه ديالكم، والدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. بزاف ديال الناس كيتجاهلوا الدعاء. الدعاء هو واحد العباده اللي مهمه بزاف بزاف، بزاف ديال الناس كيتجاهلوها. هو واحد العباده اللي الله سبحانه وتعالى مستحبه عنده، كيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ادعوني استجب لكم. فعلاش حنا كمسلمين وكمؤمنين ما نطلبوش الله سبحانه وتعالى في اي وقيته؟ نطلبوه شنو بغينا؟ نطلبوه مثلا حنا فاش كنكونوا مرض كنطلبوا الصحه، حيت كما كنعرفوا بلي اكثر نعمه مهمه في الحياه هذه هي الصحه. ففاش كنمرضوا بهذا الابتلاء اولا اي ابتلاء فالانسان كيبقى يطلب غير الصحه. فكنقول لكم فاش تكونوا فتره الحيضه ديالكم ديروا الدعاء، طلبوا الله سبحانه وتعالى، بقاو جالسين وكتقولوا يا ربي تشافيني، يا ربي تعافيني، يا ربي تشافيني، يا ربي ترد لي صحتي باي طريقه. يعني اللي ما قاريش، حيت زاد الناس تيقول لي حنا ما قاريينش وما كنعرفوش نقراو الدعاء باي طريقه، شوفوا الله سبحانه وتعالى تيفهمنا باي لغه، والله سبحانه وتعالى قريب لينا اكثر من اللي كنتصوروا. كما قلت لكم تقدوا ديروا الدعاء ديالكم. بزاف ديال الناس كيقولوا لي عافاك، في ناس بالخصوص كيقولوا لي سنة عافاك واش في فتره الحيض كيتشددوا عليك الاعراض؟ نعم في فتره الحيض، نظرا لان الانسان ما كيكونش كيصلي، الانسان ما كيكونش كيقرا القران، يعني الانسان تيكون في واحد يعني ما كيقدش يدير بزاف ديال العبادات ولا بزاف ديال العبادات اللي كيقربونا من الله سبحانه وتعالى. فاكيد الشيطان لعنه والله تيبدا ياثر علينا اكثر والاعراض كتشد اكثر. ولكن راه غير ان شاء الله كتفوت ديك 5 ايام او 6 ايام ديال فتره الحيض وكترجعوا للعلاج. بالنسبه للوقيته فاش كترجعوا للعلاج، يعني داك النهار مثلا اللي غتبداو فيه العلاج وغتبداو فيه الصلاه وغتبداو فيه هادشي، هذاك هو النهار اللي كيشد عليكم الاعراض بزاف بزاف. انا كنهضر عن تجربه شخصيه، يعني يقدوا بزاف ديال الناس ما يكونوش كيعانيوا بنفس الطريقه بحالي، ولكن انا شخصيا كنت فاش كنحبس فتره الحيض، يعني الصلاه والقران الكريم والاغتسال بالماء المرقي والحويجات اللي ما كنقدوش نديرهم فتره الحيض وكنبغي نرجع نديرهم من مور ما كتسالي مني الحيض، كنت كتشد عليا الاعراض. علاش؟ الشيطان لعنه والله ما غيبغيكش ترجع تصلي، الشيطان لعنه والله ما غيبغيكش تغتسل بالماء المرقي، الشيطان لعنه والله ما غيبغيكش تقرا القران. راكم عارفين الصلاه هي عماد الدين والقران الكريم حتى هو واحد الحاجه اللي مهمه عندنا في الدين الاسلامي، وهاد جوج حويجات قد ما هما مهمين ففاش كنقطعوهم فتره الحيض، يعني حنا عارفين يعني هادشي ماشي رغبه شخصيه، يعني رغبه شخصيه، هادي حاجه اللي يعني سنه كونيه كما كنقولوا. ولكن الشيطان لعنه والله فاش كتبغي ترجع تصلي وكتبغي ترجع تقرا القران وكتبغي ترجع يعني البرنامج العلاجي اللي متعود عليه كيزيد ياثر عليك. ولكن راه هادي غير فتره وغادي تدوز والله العظيم. في الشهر الاول غادي ياثر عليك، الشهر الثاني يعني من مين كتبغي ترجع للحيض، الثاني الثالث الرابع، صافي الشيطان كيفقد فيك الامل، كيقول هاد الانسان هذا راه متشبت بالعلاج ديالو، متشبت بعلاقته بالله سبحانه وتعالى، هاد الانسان قوي وما غاديش انا نقد حيت الشيطان لعنه الله ديما عنده امل انه يغوي الانسان. راه الشيطان لعنه الله راه عنده واحد اصلا هو الخليقه ديالو، يعني من بعد ما في الاخر يعني فاش الله سبحانه وتعالى عاقبوا هذا صافي قال له انا خليني الى يوم الدين، شنو غيوسوس البني ادم؟ يعني هو الغايه ديالو في هذه الدنيا هذه انه يوسوس البني ادم وانه ما يخليهش يدخل الجنه، يعني هذه هي الغايه ديالو الالتيم او الغايه ديالو المهمه بالنسبه لي، انه يوسوس البني ادم باش ما يدخلش الجنه. يعني هو كيبقى معنا منين كنزادو، كيتزاد معنا واحد القرين اللي كيبقى معنا حنا كنكبروا هو كيكبر معنا، حنا كنكبروا هو كيكبر معنا، والانسان كيحاول يتغلب عليه. يعني راه كاين القرين كيكون متغلب عليه اولا الشيطان اللي كيكبر معاه تيكون متغلب عليه اكثر، نظرا لتقربكم الله سبحانه وتعالى. وانت كتقرب الله سبحانه وتعالى القرين ديالك ما كيبقاش يقد يضغط عليك او ما كيبقاش يقد يوسوس لك اكثر. المهم بزاف ديال الناس ما كيعرفوش شنو هما القرين، انا غير نعطيكم واحد النبذه صغيره على القرين. القرين هو واحد الشيطان اللي فاش حنا كنتزادو من يعني من الكوش ديال من البطن ديال الامهات ديالنا، فاش كنتزادو الشياطين كيعطيو واحد القرين لذاك الطفل وكيبقى يكبر مع داك القرين. انت كتكبر والشيطان ديالك كيكبر معاك شنو كيدير؟ انت مقاتل، يعني المقاتل باش انك تشد الدين ديالك وانك تصلي وتقوم الليل وتشبت
بدات بالصيام وهادشي كامل باش تدخل الجنه، والقرين الدور ديالو هو انه يوسوس ليك ويبعدك على طريق الله سبحانه وتعالى. هو الغايه ديالو انه يبعدك على طريق الله. فكيقول لك كاينه يعني القرين راه مذكور في القران الكريم، فكتقول واحد الايه القرانيه بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكنه كان في ضلال مبين. يعني كيقول لك بان القرين كيتبرى منك يوم القيامه، ولكن هو راه كيوسوس لك يعني في الدنيا راه كيوسوس لك، ولكن في يوم القيامه تيقول الله سبحانه وتعالى كيتبرى منك تيقول لك انا ما وسوستش لك، ولكن هو في الحقيقه في الدنيا راه القرين كيوسوس للانسان. كما قلت لكم تيبقى داك الشيطان مع الانسان كبر معاه كيوسوس ليه حتى النهار كيموت. فاش كيموت داك الانسان، الا داك الانسان مشى للجنه، فالقرين الشياطين اولا الناس اللي كيحكموا فيه اولا هذا كيديوه للسجن. علاش؟ تيقولوا له ما اديتيش الدور ديالك على احسن ما يرام، فانت ما قديتيش يعني تغلب على الانسان وتوسوس ليه باش يدخل الجهنم، فكيشدوه في السجن. بينما فاش كاين داك الشخص اللي كيموت وكيمشي الله يحفظ الجهنم، فداك القرين ديالو تيطلع قراد، وتيكون داك القرين كيقولوا له الشياطين اولا العوانه ديالو تيقولوا له مزيان راه هاد الانسان هذا قديتي تغلب عليه وراه مشى لجهنم. وداك الشيطان كيكون بلو غادوي اولا تيكون بحال كنقولوا خدا واحد الرقيه اولا ترقيه، يعني راه بزاف ديال الناس كيجهلوا هادشي. المهم القرين هو واحد الحاجه اللي مذكوره في القران الكريم. ايضايو غير فاش كنكونوا مرض بعض المرض هذا، تيقول لك بان القرين هو اللي تيكون متاثر، يعني الشيطان ديالك هو اللي كيوسوس ليك، الشيطان ديالك هو اللي تيدير لك وسوس الموت، الشيطان ديالك هو اللي تيدير لك الخوف، الشيطان اللي كيكون معاك هو اللي كيدير لك كاع العوائق اللي كنحسوا بها في هذه الفتره هذه. المهم هذه كاينه نظريه ديال واحد العالم مغربي سميتو عبد الواحد اللي انا متبعاه وكيعجبني بزاف كيما قلت لكم، ان الحمد لله واخا ربي تنعم عليا بالشفاء مازال كنبحث مازال كنقرا. علاش؟ باش نجيت انا نقدم لكم واحد المحتوى اللي زوين وواحد المحتوى اللي مفيد. المهم كيما قلت لكم بلي في هاد الفتره ديال الحيض الانسان ما تيقدش يصلي ما تيقدش يدير شحال من حاجه، فالقرين ديالو تاثر عليه تيزيرو تيشدد عليه الاعراض، يعني الاعراض تزيد تشد عليه. ولكن الحمد لله الانسان كيبقى متقوي ومتشبت بالعلاج ديالو، ومن مور فتره الحيض كيرجع للعلاج اولا كيرجع للبرنامج العلاجي، ومن موراها الحمد لله ربي كيتنعم عليه اكيد بالشفاء، وربي ما كيضيعش الاجر ديال الصابرين اولا الانسان اللي كيصبر في هاد الفتره هادي اولا الانسان اللي كيصبر في اي نوع ديال ابتلاء. ما كنهضروش غير على الابتلاء ديال هاد الوسواس اولا هاد المرض الروحي هذا، فالانسان اللي كيصبر في اي نوع ديال الابتلاء في الدنيا هذه فاكيد هو ماجور وعنده اجر اللي كبير بزاف. بالنسبه للناس اللي البنات اللي كيسولوني او الفتيات اللي كيسولوني فتره الحيض شنو خاصنا نديرو، اولا الدعاء واحد الحاجه اللي مهمه بزاف. ثانيا قيام الليل يعني بالذكر، الى طار عليك الناس تقومي الليل بالذكر والدعاء وطلب الله سبحانه وتعالى والذكر الحوقله، اي نوع ديال الذكر اولا ادعيه راه كاينين بزاف ديال الادعيه شاركتو معكم في القنوات حفظوهم وبقاو ديرهم بالسبحه. اكيد كتشربوا الماء المرقي كتستمروا فيه وكتبقاو تذكروا الله، يعني مثلا القرايه ديال المعوذتين ما كتحبش من اللسان ديالكم، لو كيما قلت لكم كتبقاو مثلا تقراو المعوذتين وتكرروهم 100 مره 300 مره 400 مره شحال ما قديتو، يعني كديروا الذكر كديروا الدعاء تبقاو ترددوا قل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق، ردوهم. علاش؟ قل اعوذ برب الناس كتهضر على الوسواس، والانسان فاش كيكون مريض بهذا الابتلاء هذا في المرض ديالو الاصلي اولا المهم هو الوسواس اللي كيكون كيعاني منه، وقل اعوذ برب الفلق كتهضر على الحسد وتتهضر على الشر اللي كاين فوق هذه الارض هذه. فالانسان فاش يكون اولا فتيات فاش يكونوا فتره الحيض بقاو تذكروا قل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق والحوقله والادعيه والدعاء، اي نوع ديال الدعاء حفظتوه بقاو ترددوه، وسورتو المعوذتين بقاو تقراوهم بزاف ساعه ساعتين شحال ما قديتو، يعني اوليو باش الوقيته اللي مولفين كتقراو فيها القران الكريم اولا ديروا التلاوه القران الكريم ديك الوقيته بداو ديروا فيها المعوذتين تبقاو متكين مثلا نتوما كتقراو المعوذتين. فهادشي اللي كاين، وتشربوا الماء المرقي يعني ما تحبسوش الماء المرقي، وزيت الزيتون المرقيه اكيد قبل النوم، واذكار الصباح والمساء ما تنساوهمش، اذكار الصباح والمساء شي حاجه اللي مهمه بزاف يعني اذكار الصباح مع الفجر واذكار المساء مور صلاه العصر اولا في صلاه المغرب مهمين بزاف. بالنسبه لاذكار الصباح والمساء راه كيكونوا في الكتب ديال الدين، كيكونوا في يوتيوب، كيكونوا في بزاف ديال البلايص، يعني حاولوا تقراو اذكار الصباح والمساء وتركزوا عليهم بزاف في هذه الفتره هذه.
وما تقولوش بان صافي حنا فتره الحيض غادي ما غاديش نديروا هذا الشيء اولا صافي حنا فتره نقاهه ما غاديش نتبعوا العلاج. لا، العلاج غير كتغيروه اولا غير كتبدلوا فيه شي حويجات، غير الصلاه اللي ما كتقدوش تصليو اولا قيام الليل وانتم ما كتصليو ولا ما كتقدوش ديروه اولا تغتسلوا بالماء المرقي اولا تلاوه القران، بينما الاشياء الاخرى كتبقاو مستمرين فيها في فتره العلاج وكتزيدوا تقراو المعوذتين وكتزيدوا تركزوا على اذكار الصباح والمساء. وما تقولوش بان فتره الحيض الانسان كيحبس العلاج، الا حبستي العلاج فتره الحيض غادي تخلي غير الشيطان يكبر اولا القرين ديالك يزيد يكبر ويزيد يتقوى عليك كما كنقولوا. لا، حنا ديما الحمد لله في هذه الفتره هذه خاصنا نكونوا متقوين على هذا المرض هذا باش بالتقرب من الله سبحانه وتعالى وبالبرنامج العلاجي. بلا ما زيد نطول عليكم بهذا الفيديو هذا، كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا عرفتوا شنو خاصكم ديروا فتره الحيض، الدعاء، الذكر، القراءه ديال المعوذتين كل شويه اولا لمده ساعات يعني اللي كثيره، الاغتسال، شرب الماء المرقي، زيت الزيتون انكم دهنوها مرقيه، واذكار الصباح والمساء. هادشي اللي كنت كنديرو في فتره العلاج ديالي يعني في فتره الحيض. اما بالنسبه لواش الاعراض كتشد فتره الحيض، نعم كتشد شي شويه ولكن الحمد لله غير كترجعوا تصليو وكترجعوا تقراو القران اعراض كتنقص. وكنتمنى لكم ان شاء الله الشفاء العاجل وان شاء الله الشفاء التام. والى عندكم اي تساؤل اي فكره ما تنساوش انكم تخليو عليا في القناه، وكنبغيكم بزاف بزاف في الله اكيد، وكنتمنى لكم الشفاء التام والله العظيم. الا كيفاش كنكون كنصلي كندعي معكم بزاف بزاف، وما تنساوش بان ان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى، وربي ما كيضيعش اجر المحسنين واجر الصابرين. وان شاء الله فتره وغادي تدوز وفتره ان شاء الله وغادي تنجحوا في هذه الابتلاءات وتكونوا ان شاء الله ماجورين. كنعطيكم موعد في فيديو مقبل، مع السلامه.